انت عارف حالك مع مين عم تحكي؟ لهيدا الاسبوع تصدر نجل النايب فريد هيكل الخازن المشهد بعد ما انتشر فيديو التكسير بفندق كان رفض استقباله قبل بنهار. حلوة أول أداء جماعي. الأكيد الأكيد بالخبرية أنه شبيبة النايب الخازن هجموا على فندق مزار انتركونتيننتل بكفر دبيان وكسروا يمين شمال وضربوا الحراس وما تركوا طريقة ليعبروا عن غضبهم العظيم. أنا مدى ما عصبت بجحش ومدى ما جحشت ما بتعرف شو بيصير هون بالمنطقة. ليف مي ألو. ليش يا بابا؟ لأن ما خلوني فوت على الأوتيل. مين عم يحكي؟ أنت عارف أنا مين وممكن أعمل فيك إيه؟ نجل النايب فريد الخازن. سامحني سامحني. وقديش عمره نجل النايب فريد الخازن؟ 15 سنة. سبب المنع انه هو قاصر وايضا ما كان في اماكن شاغرة بالفندق. شو بتطلب اللي شو بتتمنى؟ ما في شي غالي عليك. العمر كله يا حبيبي، بس نحن لما كان عمرنا 15 سنة كنا نشتغل ريموت تلفزيون، يعني ما كان في ريموت بالحياة بعد، وكان مفروض تقوم تكبس على التلفزيون كل ما بدك تغير محطة. وأطخن أطخن مشوار برات البيت كان على الميني ماركت لنجيب بوزة، وإذا بدك بعد أكثر صراحة كانت معظم الأوقات تكون بوزة تلج تلويني، يعني هيدي أكيد أنت ما بتعرفها. إن الخازن وعددا من رفاقه طلبوا الجلوس إلى البار وتناول الكحول، ولكن إدارة الفندق منعتهم بسبب أنهم قصر. معلش حبيبي، إذا منعوك تقعد على بار كحول وعزوا عنك غرفة بالأوتيل، معلش معلش، العمر قدامك ما تخاف. ما بدي صير كبير، بدي ضلني صغير. رواية فندق مزار قالت إنه موظف البار منع عدد من القصر والمراهقين من ضمن النجل النايب من إنهم يقعدوا على البار بسبب أعمارهم. ده عالم سمسم اللي أنا فيه ده. ومن بعد ما أصروا صار إشكال وتلاسن وصار بدهم يستأجروا غرفة، بس الغرف كلها محجوزة لأنه موسم تزلج. هون المفروض نجل النايب استعمل الجملة اللبنانية الأشهر، تعرف حالك مع مين عم تحكي؟ أكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربية والتعليم. أيوة ابن وزير التربية والتعليم. أخويا أنت مسكت في الكلمة قوي، خليه ابن وزير الرأي. لا، لأنه في الحقيقة ده ابن وزير التربية والتعليم. مع هيدا وكله وبعد ما تدخل النايب وتواصل مع الفندق رجع تم تأمين غرفة لابنه. منك شهينا فرودة، تفضل. شو بدك أحلى من هيك يا بابا؟ صار مثل ما بدك ويا دار ما دخلك شر. أيوة مستحيل مستحيل. شو صار؟ يا حرام. دغري دغري تاني نهار وصلت فرقة من شبيحة الأمن الخاص للنايب ونزلوا بالفندق تكسير وشغب وضرب عن أبو جنب. ركب وتكبش بالماسك صار يشبق فيها ده يفتح له فوق على الإزاز إنه الإزاز سيكوريتي. حمل ماسكة الإزاز وبدل الشبق. العامة شو هي؟ إذا قاصر وهيك كيف إذا مش قاصر؟ أنا الآن أكيد ما رح يتوقف حدا للي عم يتساءل ولا رح يصير تحقيق من أساسه. القصة انتهت مثل ما كل شيء بيخلص بهيدا البلد، بيانات وبيانات مضادة، مسكنة ومسكنة مضادة، وقضاء غافي بتخوت السياسيين. كله ضمن القانون، إذا عندك إثبات بيطلع معك الحق. طبعاً رواية النايب حرصت إنه تأكد على هوية موظفي الأمن يلي هني من عكار، نوع هيك من تضييع الشنكاش وخلط الأمور ببعضها، وإنه موظفي الأمن إلهم سوابق بالتعدي على عدد من أبناء رجال أعمال لأهداف مش واضحة. أن موظفي الأمن هم من أبناء عكار ما جعل المواجهة بين أبناء كسروان وأبناء عكار. هيك يعني صلبطة على الناس بدون سبب. وأنت بتحب الناس وأنت عامل نصير الفلاحين والمزارعين، حامي شوفرية الشاحنات ومشي حامي اليد العاملة أكيد
حامي بحمي الطبقة العاملة الطبقة الكاتحة أكيد. الله يساعدهم الموظفين بالفندق، مش عارفين شيء، مش عارفين إنه اللبناني العادي مش شايف قدامه لا قانون ولا دساتير ولا سلوكيات عامة بالمجتمع ولا أي شيء له علاقة بالحياة المشتركة. طيب إذا اللبناني العادي هيك طبعه، ما بالكم باللبناني الأكسترا؟ نتصرف معه عادي. إيه لا ما بنتصرف معه عادي، لأنه هيدا صبي مش عادي، هيدا صبي أكسترا. شو يعني محشي بالبندق ومغلف بالشوكولا؟ صابي عادي. خي نحنا هيك كل شي مكتوب عوراء ما بيمشي علينا، شو فهمنا؟ ما بيمشي، بيمشي على الناس بس مش علينا. انتبه هلأ بس نسافر ونصير برات لبنان منصير دغري نعاج، نقف بالطابور ومنمشي بالصف ومننطر دورنا ومن أحلى ما يكون، وإذا كنا تحت السن القانوني نعتذر ومنوطي راسنا، ويا دار كمان ما دخلك شر.